كل اللي عم تسمعه كذب. لم يكن وزير الطاقة يداعبكم عندما كان يقول تعيش بالقرن 21 بلا كهرباء ما بتقدر. الوضع بيكون كارثي على كافة القطاعات الأمنية والاقتصادية والوبائية والصحية البدكة. شكرا معالي الوزير، نبوءتك تحققت، رفع الدعم أصبح أمرا واقعا، والرئيسين عون ودياب هرعوا لاستصدار موافقات استثنائية لإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لشراء المحروقات. يا إلهي لقد تفاجأوا بالأزمة. اليوم شو ما عملوا شو ما طلعوا حلول، يمكن آخر تك يرجع يقروا 200 مليون دولار تيجيبوا لنا فيول أويل لكم أسبوع، لأنه مثل ما عم نقول كمان سعر النفط عم بيزيد عالميا، وبالتالي 200 مليون اللي قبل كانوا يجيبوا لنا كمية اليوم بيجيبوا لنا كمية أقل، وبالتالي أيام أقل. شو ما عملوا اليوم اسمه ترقيع ومن هو الحل المستدام. الحل المستدام للأسف بده ياخد وقت، وأساسا إذا بلشنا بكرة بالإصلاحات المطلوبة بحكومة بخطة IMF والإصلاحات كلها المتعلقة بقطاع الكهرباء ما عنا قبل سنتين أو ثلاثة. اليوم اللي وصلنا له هو السبب الفشل من المنظومة، والأنكى من هيك أنه صارنا تقريبا سنة إذا مش أكتر بشوي عارفين لوين واصلين، ولكن هذه الحكومة ارتقت أنه ما تعمل شيء، تعمل حالة عم تلاقي حلول، ولكن كل الحلول اللي كانت عم تحاول تلاقيها منا حلول بتساعد، كانت حلول وهمية. واليوم وصلنا للي عم نوصله أنه العالم عم بتعيش تحت سطوة منظومة فاشلة وأصحاب موتورات هن أخديننا رهينة. بالفعل أصحاب المولدات هي من تتحكم برقاب الناس وأخذت من سكان الأحياء رهائن، فبتنا نرى صراعات داخل الأحياء بين السكان وأصحاب المولد على التسعيرة وعلى وقت يناسب الجميع لإطفاء المولد وتقنين الكهرباء. البعض يريدها في ساعات الصباح وآخرون يريدونها عند حلول المساء. وحلا كان فيك تحلا. راجع لبناني نور من جديد 24 على 24. وزارة الطاقة وكل الطاقات.